الأهداف، ولولا براعة حارس المرمى لشهادة ربما أول الأهداف، لكن تيغالي 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 يعاقبهم تيغالي ويسجل الهدف الأول الأرجنتيني. خطف تيغالي وسجل أول الأهداف. لا تخطئ أمام تيغالي ولا تتسرع، وتيغالي موجود يسجل هدف رقم 22 في الجولة رقم 23 ليحافظ على صدارة الهدافين. لاحظ الكرة اصطدت بسالم سلطان وصلت إلى تيغالي، وتيغالي أو اصطدت جيفالدي، اصطدت جيفالدي وتيغالي تابعها والكرة وضعها في الشباك. تيغالي حاول معاه حارس المرمى لكن الكرة كانت أسرع، والهدف الأول يأتي. تيغالي سجل وقويض بهذه الكيفية، اللقطة اللي كان من خلالها تيغالي منفرد وردة فعل المدرب محمد. نلعب بحذر تام، كرة موجودة الآن، ماكينتي 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 يا ماكينتي بنفس الطريقة، خطأ من مدافعي الوحدة، استغل ماكينتي ديوم، سجل ديوم، أعاد الأمور إلى نقطة البداية. لاحظ الكرة وصلت إلى شانغ ووريم، حاول أن يتفلسف فيها، يراوغ بيها. لا تخطئ أمام هذا اللاعب المميز الأسد السنغالي، سجل وضعها لب من فوق حارس المرمى وسجل هدف التعادل، سجل هدف التعادل وعاد الأمور إلى نقطة البداية. لب جميل، ماكينتي ديوب هداف الفريق، ماكينتي ديوب يتألق من جديد، ماكينتي ديوب يحتفل بهذه الطريقة. آخر من سجل هاتريك في دورينا، كرة موجودة الآن عرضية عالية بالرأس، وثاني الأهداف سجل الثاني خريبين، لابد بأن يسجل بكل مباراة، فعلها السوري، سجل الثاني للفرسان، فرحة كبيرة، السعادة للظفرة في شوط المباراة الثاني. شوط ثاني، الظفرة يعود للتسجيل ويعود للتألق، وعمر خريبين تحرك كثيرا، هدد كثيرا، لم ييأس أبدا إلى أن وصل إلى الشباك بشتى الطرق، يسجل بالرأس بالقدم يفعلها عمر خريبين ويسجل يا غيري. صرخة حسرة وندم من هذا المدرب المكسيكي اللي لم يكن يتمنى بأن يشاهد الكرة وهي